حلقة النهاردة انا لكم الاطباق الاسيوية اللي انا بحبها جدا هنعمل مع بعض الـ الـ البيف بالنودلز وهنعمل مشروب انا اول مرة شربته كان في اندونيسيا ومعلق معايا لحد دلوقتي هو مشروب الجنزبيل بساع وفيها فيزي كده لطيفة جدا اهلا بيكم في حلقه جديده في مطبخ 101 النهارده احنا شغالين اسيوي شويه الاطباق اللي, اللي انا بحب اكلها اه، وانا عايزكم انتوا تعرفوها الاطباق اللي, اللي انا بحب اكلها لما بروح البيت وبتاع ببقى عايز اكل عايز اكل نودلز بالبيف وكل الكلام ده فانا عايز اعملها بطريقه سهله سريعه لطيفه طعمها جميل جدا احسن من الحاجات اللي احنا ممكن ناكلها اللي بتتسلق وخلاص في المايكرويف خلينا نعمل نطبخ بجد اه، عندنا بقى شويه بصل اخضر تاي فيش صوص دي بتبقى من السمك وبتاع ميه كده تدي طعم كده امامي لطيف اويستر صوص غير الويستر شاير صوص اويستر صوص شويه سويس صوص شويه مرقه لحمه بصل احمر عشان بحب البصل بصل بصل وكمان لحمه متقطعه السكالوب دي موجوده في معظم الفريزرات اكيد اي حد هيروح يفتح الفريزر عنده لو عايش مع اهله هيلاقي فيه اللي هو ايه الكيلو الاسكوب معمول على اساس لو الجزر قفل بكره يبقى احنا مامنين نفسنا <applause> موضوع ان احنا بنخزن لحمه في الفريزر بقى كميه لحمه في الفريزر انا مش فاهمها يعني الجزار موجود وبيشتغل على طول مش لازم ان احنا نقعد كل شويه نخزن ما علينا حاجه مشكله عندي في دماغي هنا في ميه سخنه قربت على الغليان هاخد دول اج نودلز او نودلز مجففه أم حاجه زي, زي الباستا كده بس معموله مبططه معموله بطريقه الصيني كده شويه بعد كده احنا عندنا اللحمه بالنسبه للحمه لحمه سكالوباني انا عايز اخد بس اللحمه واقطعها اجزاء صغيره انا يعني مش عايز ايه حتت كبيره كده تمام جميل فانا هقعد اقطع شويه كده دي مثلا تخينة شوية بس نبططها شوية ونقطع منه شرايح تحطوا بقى كميه اللحمه اللي تعجبكم هل ده ينفع بالفراخ اه ينفع بالفراخ هتم واخدين برضو فراخ صدور فراخ مبططه ومقطعينهم من نفس الموضوع مع العلم ان الفراخ المبطط الرفيع لما بيتقطع كده بيستوي اسرع جميل تمام دول بقى هيتسلقوا احنا نبتدي بقى في الايه ده زيت زيتون مش عايزينه ده زيت اللي احنا عايزينه احنا هنعمل ستير فراي يعني بمعنى ان الحاجه هتستوي بسرعه جدا هنا في قواعد احنا ملتزمين بيها في ال في ال في الطبيخ وفي حاجات احنا هنتغاضى عنها شويه من ضمن الحاجات اللي هتغاضى عنها اللي انا دايما بقول اللحمه لازم ياخد لون بدل ما يبقى لونه رمادي خيبان ممكن آه بدل ما يبقى لونه لازم يبقى بني محمر كده لطيف هنا مش مشكله لو هو طلع رمادي خيبان مش مشكله خالص لان الطعم اللي انا باخده من التحميص من الكرماله بتاعت اللحمه اللي هو البني اللطيف موجود اصلا في الصوص بتاعنا موجود في الفيش صوص موجود في الاويستي صوص موجود في السوي صوص موجود في الايه في المرقه اللي احنا هنستخدمها النودلز دي انتوا هتلاقوا ان هي مجففه اتجففت ازاي ان هي نودلز معموله واتعجنت وبتاع وطبخت نص سلعة نص سوا وبعد كده بتنزل بتتقلي في زيت فتوم مجففة على طول، وبعد كده بتتفاكم ومش عارف ايه وكل, وكل الكلام ده وبعدين ايه بيت بي بيتشحن. النودلز ما فيهاش حاجة، يعني هي دي مش ما, ما بتسببش حاجة وحشة ولا أه نودلز، باستا. يعني ايه الفرق بين ده وبين الباستا؟ ما هو الفرق؟ فيش فرق، تمام؟ أه دلوقتي نيجي بقى لموضوع اللحمة، أنا هسخن شوية زيت في طاسة، أنا عايز اخدهم ستير فراي. أه في قاعدة دايماً بنقول دايماً بقولها إن احنا عايزين على اللحمة، احنا عايزين لون دهبي مش عايزين الرمادي الخيبان هنا ممكن ندير لون رمادي خيبان ليه بقى؟ عشان اللان، الطعم اللي انا باخده من كرمات اللحمه اللي هو اللون الروستد اللطيف آه، هاخده من الفيش صوص والايستر صوص والسوي صوص والمرقه نفسها جميل؟ فهيدينا القمام اللي انا عايزه فبالتالي هنا ممكن ايه نعجل شويه جميل؟ طيب هنا زيت سخن بيسخن اه سخن كده تمام جميل ناخد بقى اللحمه قبل ما ننزل اللحمه احنا ب.. ب.. دايما بنتبل اللحمه او بن.. بنرش ملح على.. 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 على اللحمه لكن انا هاخد الايه مرقه الفراخ او سوري مرقه مكعبه مرقه اللحمه نفسها جميل واخد خدهم كده وحطهم نزل عليها السوي صوص عليها نقطه من الفيش صوص مش كتير ما تكتروش في الفيش صوص ان هو طعمه آه قوي شويه جميل خش بايدينا خش بايدينا خش بايدينا جميل خلي بالكم ده سائل ميه هينزل على زيت فايه اللي هيحصل في طرطشه هتحصل فخلي بالكم من الموضوع ده مش انا قلت لكم مش انا قلت لكم انا قلت لكم الموضوع ده بس واحنا بنطلعها ايه بس نحاول نطلع كل الميه اللي فيها بس الاول جميل ناخد بقى هنا السر بقى في السر في الطبق ده شويه جنزبيل جنزبيل يطبخ معاهم هيدي طعم تحفه في وسط الايه في وسط الميكس اللي احنا عاملينه المطبخ الصيني جميل الم... ال... الاسيوي عامه احنا بنلاقي فيه جنزبيل كتير بنلاقي فيه برضو التوم فيه موجود التوم فيه موجود احنا حتى لو احنا ممكن حتى اللي بيحب التوم آه ممكن ناخد فص توم كده متقطر رفيع ونحطه في الاخر خالص يا دوب يستوي في وسط اللحمه والصوص وكده وال... والبتاع التوم موجود كده ناخد فص توم محترم كده بس قطعه رفيع خالص خالص كده اللحمه احنا حطينا حطينا الملح بتاعها شايفين عامله جليز اللي حاصل بقى ان الصوص ال صوص عامل جليز عليها مجلس حوالين البتاع مدي لمعه كده لطيفه جدا على الـ 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 البيف نفسه على اللحمه جميل ناخد بقى ايه كده التوم كده على جنب اهو التوم ينزل عشان احنا خلاص ده ثواني ويبقى جاهز ناخد بصل اخضر بصل اخضر مش كرات جميل ناخد الحته الخضراء بتاعته لغايه ما نوصل للحته البيضه الحته البيضه نقسمها نصين بالطول جميل دول جوه الاستاذ جميل مع حلقات من البصل الاحمر لحمه وبصل الاثنين صحاب جدا المارينيد اللي احنا عملناها ينزل عليها والاويستر صوص بس كده نشيل بقى كل دول برزنتيشن ندي فرصه طبعا ان اللحمه تكون مستويه والجنزبيل يكون مستوي بس في نفس الوقت محتفظ بطعمه الفريش كده طعم الجنزبيل الحلو قوي لو هتبصوا على الصاص نفسه لان هو بيتحرك ببطء معناه ان هو ايه ثيك كده ولطيف جميل هو الصاص كميه الصوص دي مطوبه نيجي بقى النودلز دي احنا هنصفيها من الميه نرجعها جوه هنا هاخد شويه من الصوص دي هنزلها على النودلز لو حابين تحطوا مشروم كمان على الكلام ده ممكن بس ايه تحط المرشوم يبقى يحصل صوتيه كده في وسط اللحم. تمام ناخد بقى دي كده ودي كده كده الطبق جاهز كده تبلنا بقى النولوز نفسها ننزل مع في, في الطبق موضوع سهل جدا على فكره وطعمه تحفه بيف نودلز آه، بيف آه، نودلز ستير فراي مع الاويستر صوص سهل جدا بتعمل ما وقت خالص والتنظيف يعني مش قوي صراحه احنا عقبال ما احنا نخلص تنظيف يكون ده ايه درجه حرارته لطيفه نقعد قدام التليفزيون وناكل اكله حلوه بس نطلع فاصل لما نرجع من الفاصل هنعمل بقى مشروب لطيف جدا جدا واللي الطف منه ان احنا ممكن نعمل يبقى ليها طريقه تخزين كده ان احنا نقعد نشرب في لمدة شهر اشوفكم كمان شويه رجعنا من الفاصل وانا بقطع جنزبيل بقطاح رفيع عشان هنعمل المشروب الجنزبيل المحترم يعني على فكره الشو... المشروب ده من... من الحاجات اللي انا بحب اشربها جدا يعني في حاجه اسمها باف آه... كانز كده لطيفه اسمها جينجر ايل آه... وفي روت بير روت بير ده مش حاجه كحول يعني بس هو بيبقى طعمه آه... انا اتقال لي صحابي يعني بيترقوا عليا الروت بير روت بير مش الجينجر مش الجنزبيل روت بير طعمه عامل زي معجون الاسنان أنا بحبه بس الجنجر بيبقى طعمه جنزبيل 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 فأنا بز... بحب أشربه بالذات لما يكون عندي برد بالذات إحنا داخلين بقى في أيام شتاء لطيفة إحنا عايزين نمنع موضوع البرد ده. جنزبيل بيزود مناعة وكل الكلام ده اللي إحنا نعمله في البيت أسهل وأرخص وأفيد لنا جميل لأن هو عبارة عن حاجتين م... أو... ثلاث حاجات سوري أنا آسف معلش مية جنزبيل وعسل طب إيه المشكلة فيها؟ جميله جدا جنزبيل متقطع رفيع جدا بناخد حته جنزبيل كده كبيره احنا عايزين نحط مثلا ايه مثلا بتاع 250 جرام جنزبيل على لتر ميه احنا عايزين طعم ان احنا بنعمل مش... الشر... الشربات المركز من الجنزبيل تمام بس انا هخليهم دول بقى ياخدوا غلوه مع بعض ونحط عليهم شويه عسل احنا بنتكلم في فر... يعني اقل من ربع كوبايه على اللتر عشان يبقى مسكر جميل والعسل هتخليه انه يقعد معانا في التلاجة اكتر جميل فبالتالي احنا عاملين الميكس اللطيف ده يبقى موجود معانا كل شوية ايه عايزين ناخد المشروب ممكن هناخده ونخففه بأي حاجة مثلا في أي حاجة فيزي يعني في المية الفوارة في ممكن حتى مية عادية جدا نخففها مية ممكن نخففها بالمشاريب اللي فيها الليمون أو الشعير أي حاجة احنا عايزين نخفف بيها آه، نخفف بيها بالذات لما بتبقى فيزي كده لما بيبقى فيها الكربونات, الكربونات بتاعها تبقى الطف والطف كده لها في المناخير كده وواحد كده يضحك حاجات لطيفه يعني تمام بس ده هياخد غلوه وبعد كده ايه هن ده بيخلص في ربع ساعه ما بياخدش وقت يعني ده اول ما ياخد غلوه نسيبه كده ربع ساعه وبعد كده ايه هنصفيها ونخزنها تمام وقت ما احنا عايزين نشربه هنشربه على طول جميل آه، ويطلع ساقع بس الـ 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 السؤال بقى طب هل انا وسام ينفع احط ازود بقى حاجات هنا؟ اه ممكن ليه لا؟ يعني انتوا لو عايزين تحطوا توابل، التوابل زي الايه زي الـ زي القرفه ممكن يبقى استخدموا عيدان ينسون النجمه اه حطوا مثلا واحده او نص واحده كمان عشان ينسون النجمه طعمه قوي شويه. آه ممكن كمان القرنفل نحط قرنفليايا القرنفليايا واحده تمام في وسط البتاع ده هيدي طبعا بعد تاني وتاني وكده انتوا عملتوا الوصفه بتاعتكم انتوا ده المشروب الاكس بتاعي انا هشربكم حاجه حلوه تمام حاجه مفيده حاجه ناتشرال جدا يعني حتى انا يعني انا عاده ما بتكلمش في موضوع الدايت والحرق الدهون يعني لان انا بستخدم كميه زبده كتيره عشان انا شايف ان الزبده ما فيهوش ضرر يعني مش ضرر قوي بس ما علينا يعني انا بس دي انا عارف ان بي بي اللي عايز يخس وكل الكلام ده يشرب ميه كتير اه تمام يعمل رياضه كتير اه تمام جنزبيل بيقوي بي بي المناعه بيخلينا بي 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 ان احنا نحرق دهون اكتر لطيفه جدا مش معناه كده ان محدش بص انا اصل في برضه نقطه ثانيه مش معناه كده ان اه ما دام انا اكلت جنزبيل يبقى مش مشكله بقى انا هشمر كده ومنفذ في ايه في 12 حمام محشي بالفريك لا مش كده او عشان شربت كوبايه جنزبيل يبقى انا هقعد كده الاسبوع مش هعمل اي حاجه ولا حتى اطلع سلمه غلط كل حاجه لازم تبقى باعتدال مش معناه برده كده ان انا اشرب 3 لتر جنزبيل في اليوم ده برضو مش صح جميل لازم كل حاجه موازنه يعني انا دي بتساعد عملية عمليات ادوات مساعده على حرق الدهون على ان احنا نعيش حياه افضل صحيه اكتر مش هي دي وخلاص يعني في حاجات تانية لازم تحصل معاها تمام لو احنا بناكل مثلا لو انا بتشتغلوا طول اليوم ومش عارف ايه وبتاع وطول الليل وراجعين بيت بتاكلوا طاقه واحده في اليوم وتاكلوها مثلا بالليل فريك محشي بال او حمام محشي بفريك او فراخ بانيه او مش عارف علبه كشري مع اتنين طن صلصه وكل الكلام ده وتنام على طول هيحصل حاجتين حبوضه اول حاجه لازم لازم عاجلك حبوضه تاني حاجه هتتخنوا آه، لان انت الجسم خلاص اتعود ما الراجل ده بيجوعني طول اليوم فهو اول ما يديني اكل انا هم مخزن هنا في الحته دي جميل هنعمل دونتس كده ايه حوالين وسطه جميل آه، فلازم ح... ل... مع ان انا ما باكلش كتير ما... انت بتاكل غلط انت بتاكل بالطريقه الغلط حدش ياكل قبل ما ينام ب... يعني هتنام مثلا الساعه 12 بالليل انت من الساعه ونص انت بطلت اكل انت ما تقولش اي حاجه ممكن تشرب ميه بس غير كده ما تعملش اي حاجه ما تدخلش نفسك او ما تدخلش لجسمك اي طاقه من السكريات او البروتين او ايا كان الكلام ده خليه بقى خلاص يقعد بقى مع نفسه من 9 ونص لحد ما تصحى تاني يوم هو مضطر ان هو يحرق من الايه الزلابيايه اللي احنا مربينها على وسطنا دي الكرش جميل اول حاجه ثاني حاجه حاولوا تاكلوا على مدار اليوم يعني كل شوية ناكل حاجة ولو حتى حاجة حتة صغيرة جميل ساعتها مش هنلاقي مشكلة مع الزبدة والسمنة والمقلية والمش عارف ايه وبتاع عشان احنا ماشيين بالنظام صح ماشيين بالنظام صح جميل بس شايفين هي خدت غلوة الريحة انا بحب الجنزبيل قوي قوي جميل ناخد كل الكلام ده خلاص هو ايه عمل شغلته كل ما بيقعد كل ما اجزاء الجنزبيل بتقعد فيه بتبقى الطف والطف 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 انا عايز اجي هنا جميل خلاص دي نلعب لعبه مع بعض نتخيل مع بعض ان دي بردت نتخيل ان هي ساقعه عشان اسقع عليها اكتر هطلعها من هنا أحطها في بوله هي هتسقع بسرعه شويه اسرع من هي قاعده في الطاسه جميل دي طعمها مركز جدا فلازم تتخفف لازم تتخفف احنا بنحط فيها السكر او بنحط فيها العسل كمان بيدي لون البلوند اللطيف ده وبيسكرها شويه صغيرين وبتخليها ان احنا نحتفظ بيها اكتر واكتر جميل لما تيجوا عايزين عايزين تشربوا ممكن تل جايتين كده ريحه فظيعه اقمر ساعات انا لو بلاقي عشب ليمون بقوم رامي مثلا نص عشب ليمون فيها بتدي ريحه الليمون من غير ما يدي الـ الـ من غير ما يدي الحموضه بتاعه الليمون نفسه جميل فبرضه مفيد لانه فيها السيترونلا اللي موجود في الايه في قشر الليمون والبرتقال والحاجات اللطيفه دي بس اكتر في الليمون بس ونخفف ندي فيزي كده في الموضوع ده موجود عندكم تمام وسهل ان هو يتجاب واحده ليكم واحده ليا جينجر فيز <applause> مبسوط بيه سهل جدا سريع جدا وموجود معانا على طول اي حد عنده برد او بتاع كوبايه من دي هتلاقي نفسه هيلاقي نفسه مبسوط جدا الحلقه خلصت اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله keep on cooking بس في